المساعدات تدخل قطاع غزة والأهالي ينفضون غبار الحرب ويستعدون للإعمار. الهلال الأحمر الكويتي يوزع مساعدات على النازحين في غزة. نتنياهو وأركان حربه يحاولون إقناع المستوطنين بهزيمة حماس ويستعرضون إنجازات وهمية. الجيش السوري يدمر مقرا لداعش خلال اجتماع قيادي، وجبهة النصرة تسيطر على معبر القنيطرة وتحتجز عناصر القوات الدولية. تجدد الاشتباكات في عرسال بين الجيش اللبناني ومجموعات من النصرة وداعش وسط مخاوف من ذبح العسكريين. السيد عمار الحكيم يلتقي السيد مقتدى الصدر ويؤكدان على مواجهة داعش ودعم العبادي.